مرحبا يا سيد. مرحبا يا شيء بلاه يا سيد. قالوا لنا انه في شقه عند البيع برج حماد، وقالوا لنا عن شقتك. ايه مزبوط، انا بدي بيع شقتي، انتم بدكم تشتروا؟ ايه معلوم، نحن بدنا نترك البقاع ونيجي نسكن هن برج حماد. انا جلياس وابو بربر عديله. انا بدي بيع شقتي ب 225000 دولار. شو معكم دفعه اولى؟ بسمة وطن، الخميس بعد الاخبار على الـ LBCI والـ LDC.